ألف مبروك، 3 بونت غاليين جدا، 3 بونت صعبين جدا، ولكن هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي عودنا بيلعب البلاس 90، والحمد لله الأهلي فاز في مباراة ولا أصعب، وهو ده الدوري. اللي عاوز دوري يكسب أي فرقة. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، هي مباراة كده، هي دي مباراة الختامية، والمباراة اللي هي بتبقى بتقرب من مسافة الدوري. هو الدوري ما بيجيش غير بالشكل ده، ما تكسلش ولا ثانية ولا لحظة ولا أي حاجة خالص. أنت بتجيب جون ممكن في الدقيقة 85 أو 86، وبعدين لازم تجيب الثاني عشان تبدأ تبقى في الصدر على طول. كل اللي عايز أقوله إن لازم يبقى في أجواء، يعني أنا هنبداها طبعا وبادئينها من فرقتنا، لازم الاجواء كلها تبقى مهيئه ان انت تاخد الدوري. الناس عامله جو احباط شويه، يعني جو فيه اكن الدوري خلاص بيسترسب منك ولا حاجه خالص. انت عندك 9 نقط او 9، اسف، فاضل لك 9 مباريات، والزمالك فاضل له 7 ضربات جزاء، فانت بتتكلم في عدد من الماتشات، يعني بقى قليل جدا. لو قدرنا ان احنا نكسب ماتشاتنا كلها هتبقى صعبه، لا هتفرق فرقه سهله ولا فرقه صعبه ولا فرقه بتنافس ولا فرقه على الهبوط، فوق زي تحت كل المباريات هتبقى بالشكل ده. فانت لازم الاجواء، انا بخاطب جمهور اصلا نفسنا، جمهور الاهلي كله، بقول له لا، اعمل الاجواء اللي عملناها من سنتين، واللي عملناها من 3، واللي عملناها من 4، الاجواء كلها تبقى مهيئه ان انت تاخد الدوري. لازم اللعيبه كلها، احنا دورنا برضو ان احنا نحسسهم بكده، هم لازم يحسوا بده، بس الاجواء حوالينا مش هتيجي غير من جمهورنا، انه يحسس الناس كلها لا، الدوري بتاعنا، والدوري ان شاء الله الرحمن ما نكسلش في نقطه عرق واحده. يعني انا بتكلم في الفير زي ما حصل معايا او حصل في وقت من الاوقات، مش هسمح ابدا ان هو يحصل، ما يحصلش مع غيري. انا لعبت في 28 يوم 10 ماتشات، انا سامع ان مباراه الزمالك والمحله هتبقى في اسكندريه. ده على اساس ايه؟ على اساس ان المباراه هتبقى في اسكندريه، عشان الزمالك عنده بعدها بيومين مباراه مع الاتحاد السكندري، يوم 6، يوم 3، ويوم 6. طيب هسال سؤال، انا ما بتكلمش بلسان الجونه، الجونه لها اداره محترمه ولها جزاء، لا بالجونه، بتكلم بالجونه، الجونه لها اداره محترمه واجهزه محترمه ولاعيبه محترمه وكل حاجه، بس الجونه في الاسبوع ال 32 عندها سموحه في اسكندريه، وبعدها بثلاث ايام عندها الاهلي في الجونه. هل لو طلبت الجونه انها تلعب في اسكندريه هيتم الموافقه على كده؟ هي نفس الكيس، هي نفس الكيس. مش عايز بقى واحد يطلع يتنطط ولا حاجه في قناه ويقعد يقول لك اوعى تاجل على الله، لا ده مش كده. الفير اللي حصل مع الغير يحصل مع دول. انا ما بتكلمش بلسان الجونه، بس بضرب مثال. الزمالك هيلعب مع المحله في اسكندريه، عايز يلعب في اسكندريه عشان هيلعب الاتحاد بعدها ب 48 ساعه في اسكندريه. طب الجونه، انا ما بتكلمش بمثال الجونه، انا بدي مثال. الجونه هتلعب مع سموحه في الاسبوع ال 32 في اسكندريه، وهتلعب الاهلي بعدها بثلاث ايام في الجونه. لو طلبت الجونه انها تلعب الماتشين في اسكندريه، انها تلعب سموحه لان ده ماتش سموحه، وطلبت محدش يقدر يقول لها حاجه، محدش يقول لها تلت التلاته كام، محدش هيقول لها تلت التلاته كام، لان انت بتلعب، انت صاحب الارض، فبتاخد فرقه توديها في فرقه ثانيه، خلاص. الجونه لو طلب كده محدش يفتح بقه، اوكي؟ ليه بقى؟ لان ده اسمه تكافؤ الفرص، اوكي؟ زي ما بتسمح لغيرك تسمح ليك. 2، انا لعبت 10 مباريات مضغوط جدا، كان فيهم ماتش كاس، كان فيهم ماتش النصر في الكاس، مظبوط. النهارده بيقول لك لا، احنا عايزين ناجل مباراه الزمالك واسوان في الكاس. ده على اساس ان انا كنت بلعب برضه النصر ما كانش في الكاس لما اتضغط. يعني انا مش عايز اقول لان انا مش انا صاحب القرار، اوكي، لكن طالما حصلت مع فرقه مش هنسمح ابدا انها ما تحصلش مع فرقه، مش هنسمح ده، لان انت حصل فيك ده، اوكي، لان انت اتضغطت وهتتضغط. طب انا عندي 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 الاسماعيلي يوم 9 وعندي ام بي يوم 12، يعني 9 و12، انت عايز تلعب من يوم 6 وتريح لحد يوم 12، يا صلاه النبي، يعني واحنا كده قاعدين جنب ما فيش مشكله، يعني بندي لك الدوري واحنا ساكتين، يعني وزي ما قال، يعني بطوله الدوري بطوله اقوى بطوله في القاره، تمام؟ يعني سيبك من اللي بيقول المؤرخ عمرو الدرديش، سيبك منه، يعني بتكلم على بطوله الدوري هي اللي بتوديك لبطوله افريقيا، يعني بطوله افريقيا هي اقوى بطوله، فبالتالي لما تكون انت بطوله مؤديه لاقوى بطوله المفروض يبقى فيها تكافؤ فرص. طيب كابتن سيد الحفيظ، اتحاد الكوره المفروض يقف مع النادي الاهلي وهو بيمثل مصر، ووقف مع النادي الاهلي في تاجيل بعض المباريات، ولكن ضغط الاهلي في مباريات بدون اللعيبه الدوليين بتاعته. لا 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 لحظه بس، ما وقفش مع الاهلي في تاجيل بعض المباريات. انا مش هلعب، مش هبقى بروحين، انا مش هلعب، هلعب كايزر تشيفز وفي نفس الوقت اسيب فرقه 21 يلعبوا ده نفس الاسبوع اللي انا كنت بلعب فيه في افريقيا، كان هو اللي بيقام، هو نفس الاسبوع، انا ما تاجلش حاجه. انا لعبت يوم 14، يوم 14 4 مع النصر، و18 مع الزمالك، و21 مع سموحه، و24 مع انبي، و27 مع المصري، و30 مع الجونه، و3 مع المحله، و6 مع الاتحاد، و10 مع الزمالك، و15 مع سان داونز. يعني اظن ده ما حدش يقبله ابدا وقبلناه. فانت هتيجي النهارده تقول لي لا، اصل انا ما اعرفش في تكافؤ الفرص، في لسه فرقه بتلعب دور 16 في المال، انا ما لعبت دور 16 اساسا. ده انت عشان تكافؤ الفرص
طلعتني ألعب النصر اللي من القاهرة من مصر الجديدة، وأنا من جزيرة طلعتني ألعب في اسكندرية عشان الزمالك بيلعب الحرس في السويس. فأنت النهاردة هتقول لي أنا هأجل ماتش عشان أبقى مرتاح؟ لا 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 خالص، اللي هيحصل هنا هيحصل هنا، مش هتلعب هنا مش هلعب هنا، تمام؟ ده واضح وصريح. اتنين، حصل معايا ولا ما حصلش؟ حصل معايا. تلاتة، هل لو الجونة طلب ان هو يلعب المباراتين في اسكندريه هتوافق له ولا لا؟ ما تقدرش ما توافقلوش، لو وافقت لده هتوافق لده.